زينب، وختام فقراتنا وصباحنا على اليوم رح نروح ونحكي أكثر عن حملات التعقيم يلي والنظافة يلي عم تصير بشوارع دمشق يلي عم تقيمها محافظة دمشق للتصدي لوباء ولانتشار فيروس كورونا المستجد، لحتى نحمي حالنا ونحمي بيتنا ونحمي أولادنا ونحمي أهالينا من انتشار الفيروس. رح نحكي أكثر عن حملات التعقيم مع الأستاذ عماد علي مدير النظافة في محافظة دمشق. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذة المشاهدين. يسعد صباحك. يعني العالم بس تشوف في حملات تعقيم بالشوارع بتطمن نوعا ما، مثل دعم هيك معنوي، وبتحس بطمأنينة كمان بما أنه في انتشار لفيروس كورونا. خلينا نحكي عن آخر حملة تعقيم إمتى صارت، وأي مناطق استهدفت أكثر شيء، يعني الأولويات لمحافظة دمشق، أي أماكن أنه تتعقم؟ هلا احنا بالنسبة لنا بمحافظة دمشق عملنا يومي بموضوع التنظيف وشطف الشوارع بالمدينة، وحملات تعقيم لبعض الأماكن والدخلات وفق برنامج. لكن يوم أمس انطلقت حملة، فينا نعتبرها حملة نوعية، بدأنا في منطقة الميدان. فنحن الميدان قسم، كانت معجوقة بالأعياد يعني. طبعا بتعرفي في كثافة سكانية كبيرة، ومنطقة الميدان منطقة يعني فينا نعتبرها فيها دخلات وأزقة ضيقة، وبتعرفي الحركة اللي موجودة في أسواق الميدان بتكون حركة نوعا ما كثيفة. فبدأنا نحن يوم أمس بموضوع منطقة الميدان، والحملة راح تستمر لمدة يومين. قسمنا المنطقة لعدة مناطق، عدة قطاعات، ونحن بدأنا يوم أمس بالقطاعات الرئيسية سواء بالجزماتية أو بحبل كورنيش الميدان، منطقة الفوال، واليوم بدأت تستمر في المناطق الثانية اللي تابعة فينا نقول لدائرة خدمات الميدان مدينة دمشق. نعم. استاذ عماد، يعني من شوي كان عندنا الدكتور وعم يحكي انه من المستجدات تبع الفيروس انه هو بينطلق او بينتقل بالهواء، ومشان هيك يمكن عم يصير هالاعداد الهائله من الاصابات. اليوم قديش مهم انه نحن نركز على تنظيف الشوارع وبالمواد الصحيه والصحيحه. خلينا نحكي كمان شو هي المواد اللي عم نعقم فيها. نحن في بدايه التصدي لفيروس كورونا بتذكر الفترة الماضية فترة الحظر كان في عبارة عن عمليات، استغلينا فترة الحظر وقمنا بشطف وتنظيف كافة الشوارع الرئيسية بالمدينة، وقمنا بحملات تعقيم للمناطق اللي فيها أزقة ضيقة بمرشات يدوية. طبعا شيء ضروري أكيد، نحن فيروس كورونا يعني وباء عالمي موجود، ونحن على مستوى العاصمة في عنا كثافة سكانية كبيرة، في عنا أسواق كثير مزدحمة، هذا الموضوع بيتطلب منا نحن جهد إضافي. طبعا نحن المواد اللي بنستخدمها هي مواد اللي بتجينا من مديرية الصحة دمشق، تمام، اللي هي فيها كلور، بالضبط، اللي فيها هيبوكلوريد الصوديوم بشكل عام، يعني مو مادة الكلور، هي عبارة عن مادة هيبوكلوريد الصوديوم، هي عبارة عن المادة المعقمة الرئيسية لفيروس كورونا، إضافة لعملية شطف وتنظيف اللي بقوم فيها الصهاريج التابعة لقسم الشطف في محافظة دمشق، بيتكاملوا اثنين سوا. احنا على شو بنركز اكثر شيء؟ بنركز على مناطق السكن العشوائي، يعني عباره عن مناطق فيها ازدحام كبير، مناطق ما بيتحقق فيها التباعد الاجتماعي بالشكل المطلوب. فنحن مطلوب منا نحن بالحملات هي زياده التوعيه للاخوه المواطنين، حتى نحسسهم بانه نحن لابد من نحن نقوم باجراءات معينه لحتى نحن نحافظ على يعني حد ادنى من الاصابات. احنا ما بنقول نحن اكيد يعني في اصابات، ولكن نحن بنحاول يعني قدر الامكان انه نحن نزرع الثقافه هي عند الاخ المواطن بموضوع التباعد الاجتماعي، بموضوع انه يعني الاجراءات الرئيسيه اللي بدها تتاخذ بموضوع فيروس كورونا. نعم. خلينا نحكي كمان عن الحدائق العامه، العاب الاطفال، يعني هي المناطق اللي دائما الاولاد خاصه بالاعياد صار فيها ازدحام، مع انه كان في كثير تحذيرات بشان كورونا، بس الواقع انه صار فيها ازدحام، صار فيها تعقيم. نحن بالنسبه لنا الحدائق العامه مغلقه في محافظه دمشق، الحدائق الرئيسيه مغلقه، لكن صار ازدحام على المروج الخضراء الموجوده على المسطحات، مثل دوار البيطره. دوار البيطره، دوار البيطره ما معقول، هذا عباره عن مسطح، يعني مسطح، هذا عباره عن عقده هو بالاساس، فما هو ليس لا يعتبر حديقه عامه. لكن اخو المواطنين احنا يعني جرت العاده انه بدرجات الحراره المرتفعه احيانا انه يؤموا هيك اماكن. طبعا احنا اخذنا اجراءات احترازيه بهذا الموضوع، كان في عباره عن حملات تعقيم يدوي بمرشات يعني تحسبا لهيك موضوع، ولكن احنا بالنسبه لنا
مثل ما ذكرت لك في محافظة دمشق الحدائق العامة كلها في قرار بإغلاقها كلياتها ومغلقة بشكل كامل. صحيح. عم نحكي عن المناطقية وين عم تتوزع، كنا عم نحكي عن المواد يلي عم ترش لتعقيم الشوارع، ولكن خلينا نحكي بنقطة، إذا في بأي بيت مريض كورونا أو أي حدا عنده إصابة وانتهت، كيف بتروحوا أنتوا على كمحافظة بتبعتوا كوادر على بيوت تعقم البيوت تعقم المباني؟ نحن بالبداية أي إصابة بتصير بأي بناء وبينحجر عليه في إجراءات نحن بناخذها كمحافظة دمشق. إجراءات هي حتى موضوع القوام المنزلية تبعه تعالج بأسلوب غير القوام العادية. فهي القوام تبعيته بتم أخذها مباشرة إلى معمل المعالجة بالجيرانية ونتعامل معها لنحولها لنفايات عادية. إضافة لذلك نقوم بتعقيم محيط البناء بشكل كامل، وأكيد بعد انتهاء الإصابة البناء كله بنقوم بتعقيمه. فأي أحد المواطنين بيتواصل معنا بهذا الموضوع احنا بنلبي مباشرة. في رقم للتواصل معكم؟ في عندنا في مقسم، في أرقام الشكاوي الموجودة عندنا بالمحافظة، وفي رقم خاص بمجمع الخدمات فينا نعطيه على الهواء كمان هلا 213-3-6-0-3 213 خلينا 213-3-6-0-3 اوكي تمام. طب هلا يمكن ليا كمان كل اهالي عم بيقولوا ما رح نبعث اولادنا على المدارس خايفين من كورونا، شو الاجراءات اللي اتبعتها محافظه دمشق بالنسبه لتعقيم المدارس؟ عمليا نحن يوم بفتره الحظر قمنا بتعقيم المدارس، واكيد هلا في لنا اجراءات خاصه في حال تم افتتاح المدارس بالوقت المحدد بيتم تعقيم كافه مدارس مدينه دمشق ومحيط المدارس. هذا الموضوع يعني نحن ماخذين على عاتقنا في محافظه دمشق بهذا الموضوع بالتعاون طبعا مع وزاره التربيه ومديريه التربيه في مدينه دمشق. فموضوع التعقيم اكيد الاطفال يوم بده يروح على المدارس لازم نهيئ لهم الجو المناسب لحتى يكونوا في بيئه نظيفه، ونحاول قدر الامكان نحن انه نأمن البنية اللي بتقدر الطلاب من خلالها أن يمارسوا نشاط المدرسة بشكل أمثل. نعم سعد عماد، خلينا نحكي كتير في من الأشخاص هنين هلأ كانوا مسافرين عطلة عيد رجعوا إلى دمشق ورجعوا على شغلهم، رجعوا على حياتهم الطبيعية وعلى العجقة المواصلات. في إجراءات عم تتخذ أولا مشان المواصلات العامة ومشان المؤسسات الحكومية واللي عم يصير فيها دوام بشكل تقريبا النظام. طبعا احنا بتعرفي انت تعميم الفريق الحكومي المختص بتصدي فيروس كورونا من الاجراءات التي نحن يعني مطلوبه منا هي تعقيم وسائط النقل الداخلي. اكيد مؤسسه النقل الداخلي في محافظه دمشق بتقوم بتعقيم كافه وسائط النقل. بالنسبه لنا احنا كمحافظه الكراجات الموجوده المنتشره في مدينه دمشق عم يتم تعقيمها بشكل دوري، سواء مثلا تحديث السيد الرئيس كراج البولمان كراج السومريه، هي عباره عن عمليات تعقيم دوريه عم يتم بالنسبه لهم. اضف الى ذلك جسور المشاة الموجوده في المدينه، اي مكان نحن فيه بنلاحظ فيه بده يصير فيه ازدحام او مؤهل يصير فيه ازدحام في اجراءات نحن عم نقوم باخذها بتوجيه طبعا من السيد محافظ مدينه دمشق. نعم بالختام، في اجراءات جديده لتعقيم اماكن ثانيه بمحافظه دمشق؟ طبعا نحن الخطه تبعتنا او الحمله النوعيه بلشت امبارح بمنطقه الميدان. تقريبا بننتقل لكافه مناطق المخالفات الجماعيه في البدايه، طبعا لان احنا مركز مدينه بشكل دوري عم نقوم فيه. بعد منطقة الميدان في عنا منطقة التضامن وحي الزهور، ننتقل لمنطقة 86، منطقة عش الورور، مساكن برزة. هالأماكن هي المحيطة في مدينة دمشق واللي فيها كثافة سكانية كبيرة، هي ضمن برنامجنا هي، ونحن نستغل احنا عطلة عيد الأضحى المبارك اللي بنتمنى إن شاء الله ينعاد على الجميع إن شاء الله يا رب وعليك وعائلتك. بدنا ننطلق منه حتى نستغل فترة العطلة الطويلة هي باعتبار بتكون في حركه اقل بالشوارع، وبناخذ راحتنا نحن بآلياتنا اللي بنقوم باستخدامها على مستوى المدينه بشكل كامل. نحن بدنا نتمنى الخير والصحه لكل الناس، وبدنا نتمنى الوعي يزيد اكثر، وبدنا نتمنى اكيد التعقيم يزيد اكثر، وبدنا نتشكر جهود محافظه دمشق على يعني ما توقفتوا ولا يوم، وكل حدا عم يقول انه هلا تذكرتوا تعقموا، هي حملات التعقيم مستمره وما توقفت، ولكن يمكن صوره على الفيسبوك خلتهم، ولكن ما توقف عمليات التعقيم. شغلنا ليلي بيتم نحن بمدينه
بشكل عام الشغل الامور الرش سواء رش المبيدات الحشريه او اي صحيح ايه مشان المبيدات لا احنا الحشريه رش المبيدات الحشريه سواء للقوارض او للحشرات احنا مش في برنامج مش بس مشكله انه عملنا احيانا عم بيكون ليلي، معظم الاعمال الخدميه بتتم بالليل لانه بتكون الشوارع فاضيه والحركه اقل، فبالتالي ما بتظهر للاخ المواطن، لكن انا بحب نوه بس على نقطه انت حكيت فيها، كل الاجراءات اللي بناخذها تعتبر جانب مقابل وعي الاخ المواطن وتنفيذ التعليمات الاساسيه واللي هي عباره عن ارتداء الكمامه والتباعد الاجتماعي مثل ما ذكرت مذكور طبعا غسيل حتى الكمامات اللي بيلبسوها ما يكبوها بالاراضي النظافه يعني الشخصيه للاخ المواطن، هاي الامور كلياتها اذا الاخ المواطن ملتزم فيها بشيل عبء كبير عن كاهلنا نحن، نحن بصفي اجراءاتنا عباره عن اجراءات روتينيه مكمله الاجراء اللي هو بقوم فيه الاخ اللي بتقوم فيه. واهم شيء ذكرته زينب انه الكمامه ما تشيلوها وتكبوها يعني هي والكفوف سواء بالارض، الكمامه او الواحد يكون يعني بالارض عم يكبوها او يعني المواطن يكون شوي يعني يحس في عنده اي اعراض، هي الحجر المنزلي هو اهم شيء او اهم عمليه بقوم فيها، وبعدين مراجعه في حال طورت الحاله مراجعه الدوائر الصحيه. وان شاء الله ما بصير اي تقصير من جهه ولا اي حدا من اجل حمايه العالم. بدايه قلت لك بدايه العطله سيد المحافظ وجه انه كافه مديريات الخدميه مستنفره على مدار الساعه خلال فتره العطله كامله. نعم نحن بنتشكر وجودك وجهودكم بمحافظه دمشق ونتمنى تستمر هي الحملات لانه الناس كمان نفسيا بترتاح انه في صار تكاتف، ونتمنى من الطرف الثاني الناس كمان يتكاتفوا مع الجهات الحكوميه لحتى تمر هالازمه على خير. نحن بنتشكرك وجودك. نحن كمان بنتشكركم انتم كواجهة إعلامية لأنه إذا ما ضافرت جهود سواء شغلنا أو عملكم أنتم ما بتظهر الصورة بشكل أمثل.